السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. حان الوقت باش نبدلو القصيبات لأنهم عياو وقدامو. كانوا عندي هما نراو الفيرتيكس، فيرتيكس الزينيت، قصيبات مزيانين دوزو لي مدة طويلة باقيين يخدمو، ولكن صراحة تكرفصو شوية. أنا هادو كان عندي باور توبولار، بغيت ناخد الإبريد، وكنت اخترت واحد جوج القصبات ديال الطايوا اومبليم، كنت غادي نكومونديهم وصيفطهم لي شي واحد كادو، وانا توصلت بهم. ها هما فينا هما وفاد الكرتونة القصيبات بيانهم بالي، جاو في امان الله وحفظه. غادي نفتحوهم باش نشوفهم كيفاش داير الحالة ديالهم، واش وصلوا على خير على بركة الله. ما كيظهروا في الحفظ والصون، سمحوا لي الا كان كيتسمع الرعد، راه كاينه الشتا والرعد هما الطيوة أومبليم. هادو الطيوة أومبليم سيرف إبريد، كاين منهم تبولار وكاين إبريد، وعندهم تقريبا نفس الثمن. الثمن غادي نقولو لكم في الآخر بعد ما نعملو ليهم واحد مراجعة. ولذلك كيبان على أن هاد الغشاء ديالهم زوين، يعني خدام. دونك هذا هو الطرف ديال الموليني، رقيق ممتاز جدا، ممتاز، لون جميل جدا ورقيق. عنده بورت موليني افيس، بغيتي البورت موليني اكريمايير كانوا عندهم نفس الثمن، ولكن كنت تعطلت في لا كوموند وكانوا بقاو عندهم يلاه هادو اللي عندهم موليني افيس، كنت غادي ناخذ اكريمايير، ولكن هذا تا هو راه مزيان ممتاز، هو اللي متعودين عليه دائما. الاخر داك اكريمايير هو اللي كيلصق غير بالطرداقة الطرق. عندي واحد لي باك هنا زوينين، انا الراس ديالها هو مغشي بلينوكس، الوزن ديال هادي 470 غرام، خفيفة ممتازة جدا. الطرف الثانية هو فينا هو عنده واحد لاباك تاهي هنايا، هي زوينة مصوبينها، دايرهم مصوبينهم ها هما. الخراسي ديالها عندها اونكا، كاين لوريدر، لوريدر كاينين في هو دوك اللي عندهم خرسانة ضيقة، هادوكم كاينين في القصبات ديال اللي هما توبولار ماشي ابريد. والابريد فيها هاديكا، وهاد الكا هادي انا تتعجبني ممتازة، لان تلقاها واسعة كتخرج الخيط مزيان. هي لا في الاولى ولا في الثانيه، عندهم كلهم خراسي ديال اونكا كلهم فينا هما. دونك عندها الطرف هذا غالبا في التوبولار تيكون خرصه وحده، هنايا عاملين ليها جوج الخراسي. بلاكا ديال فوجي، وهذه البلاكا ديال طيوة، الخراسي ديالها ديال فوجي ممتازين. الراس ديالها تا هو مغشي بلاباك ديال لينوكس، رقيق وخفيفة زوينة ممتازة. هذه لاكسيون ديالها رابيد، يعني ما كتطواش بسهولة، لا لها الطرف لا الطرف اللي شفنا ما كيتطواش، يعني مزيان قاصح قاصح، يعني مزيان هذا في التشحيطة.
هذا الراس الإبريد، هذا هو الراس الإبريد كاريسو اللي كيقولوا له هنا الكاريسو، تا هو في هاد لي باك هادو زوينين، عاطين واحد الديكور وشوية درونفور خريصة توجور هكا، غادي كيصغرو بالكانيت، هما كلهم غادي تيصغرو بالكا، هذا كا تا هو صغارين، وواحد الخريصة هنا عاملها مونوبات، عندها بات واحدة، هادو كلهم عندهم الخراسي ديالها كاين دوبل بات، وهادي عندها مونوبات والخريصة دراس، علاش عندها؟ حنا غنشوفو علاش عندها مونوبات. كاريسو فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال الخراسي، جينيرال مول إبريد تيكونو فيهم ستة ديال الخراسي، سبعة وإلا زدتيهم على جوج اللي كاينين في الطرف الآخر هي تسع، غالبا الإبريد تيكون فيهم تمنية ديال الخراسي، حيت هنا كيدور بزاف، كيدور بزاف بواحد الشكل كبير، إلا كانت هنا دوبل باط، ديك الدوبل باط غادي تبقى تجمع. هادي تهرس، اللهم هما محيدينها من هاد البلاصة اللي فيها الإبريد وكتطوى بزاف، هذا هو السبب علاش داير ليها مونوبا، وصحيحة ماشي ضعيفة، راه صحيحة مزيان، ولكن نتوما كتشوفو الراس ديالها كي داير الإبريد، هاهو مزيان ممتاز بزاف، الإبريد عنده حتى لهنا، حتى لهاد الخريصة، الإبريد عنده حتى لهنا حتى الخريصة، ممكن لهاد المسافة هادي هي. هادي فيها يمكن 35 سنتيم، غيكون هادي 35 سنتيم ديال الإبريد، والأخرى قاصحة هنايا ما تتطواش هنا، يعني الرمية كتمشي شادة راسها حتى لهنا، عاد تتلقى هاد شوية ديال السونسيبيليتي، هادي ما غاديش يتنقص ليها كاع من القوة ديالها، وغادي تبين لك الضرب ديال الحوتة مزيان، يعني واخا يكون الحوت صغير تيبان الجبيد ديالو، قصيبة ممتازة صراحة، كان عشقي فيها من قديم، كان واحد الوقت غالي كانوا تيسوقو بعلاف درهم، 3700 3800، دابا دارو ليهم في هاد الصيف هدا عملو ليهم بروموسيون، 2000 درهم، 2200، 2100، استغلينا الظرف ديال البروموسيون، خديت جويجات أومبلين معروفة غنية يعني التعريف، ممتازة، الوزن فقط 470 غرام، خفيفة بزاف، رقيقة بزاف، بقي لي واحد الحاجة. هو ان هاد الطرف هذا راه عنده واحد بلاستيكه تيغشيو بها، غادي ندي عند شي واحد من الدراري يغشيها، تيغشيوها حتى لهنا باش كتحافظ، لان البيكي تيجرحها، من الاحسن نحميوها باش حتى لا بغيتي تبدل وبغيتي تدوزها لشي واحد اخر تدوزها له صحيحه، واحد الرولو تيدور هنايا، بالنسبة للثمن ديالهم دابا بروموسيون عملتهم 2000 درهم، اللي كان عندهم هادي بورت موليني اكريماير كانوا عندهم 3 د الحبات داير لهم 2000 درهم، 2100 درهم، كانوا داير لهم 2100 درهم، وعندهم نفس الثمن لا د 4.5 متر ولا د 4.20 متر، لا توبولار ولا ابريد، كلهم ثمن واحد، ولكن ملي مشيت نكوموندي لقيت بقات غير وحدة اللي عندها اللي عندهم إبريد بالكريماير، وانا بدل السيتافور لقيت هذا عندهم قل منهم كاع 2000 درهم، ولكن ما بقاو لهم ديال الكريماير، بقى لهم غير بورت موليني دي بي اس، انا خديتهم، مهم انا بالنسبة لي ممتازين، كما كان الحال طيوة ماركة ممتازة، ماركة معروفة، وكارانتي عاملين فيها عامين ديال الكارانتي. ديفو دو فابريكاسيون ماشي تمشي تهرسها، بالنسبة ليا الكارانتي ما صالح لي لوالو، راه فورنيسور كاين فرنسا ما يمكنليش نردها له تلتين، شحال من وحدين شراوها ب 6000 و 7000 درهم التشحيطة الأولى قسمها على جوج، كيما عندو ما يعمل، الكارانتي كاين عند طيوة عند شيمانو عند يوكي هادو هما اللي كيعطيو الكارانتي، هنايا ما كاينش كارانتي، هنا تهرست لك هزك الماء، إف كارانتي إلا تهرست لك خصك تردها ليهم باش تعملو لها ليكسبيرتيز باش كيعرفو السبب الرئيسي منين جات هاد التهريسة، خصهم يعرفو علاش تهرست وشنا هو السبب، دايما كاينة واحد ليكسبيرتيز كيعملوها الناس كتخدم باش يعرفو الحقيقة باش يصلحو، من باب المعرفة كيبغيو يعرفو علاش هاد القصبة تهرست، لأنه تتخلق ليهم مشكلة، خصو يعرفو الديفو واش ديفو دفابريكاسيون، بعض المرات تلقى شي إهمال ولا شي حاجة، أولا الا كان شي تعديل في الطريقه ديال الصنع ولا الطريقه ديال الماده ولا شي حاجه كيصلحوها، وعلى ايين هم اللي كتردها لهم ملي كيعملوا ليكسبيرتيز راه تيعرفوا واش نتا السبب
ديفو ديالك اللي ما عرفتيش تستعملها، ولا استعملتيها بطريقه خاطئه، او لا ديفو دو فابريكاسيون راهم كيعرفوا، لان كيخدعوها لواحد المجموعه ديال التجارب، واحد المجموعه ديال التحليلات وداكشي، باش كيشوفوا بالضبط شنو وقع ليها وكيفاش تتهرست. بحال اللي قلنا ان الاسم ديالهم هو الدايوا امبليم سيرف تيب ار موديل او ام اس تي ار 33423 اش ا اف. غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كيتقرا هذا الموديل او ام اس، ببساطه امبليم سيرف، والتي ار تتعني تيب ار. هادي 33 من ريفيرونس اللي عندها العلاقة مباشرة مع لاكسيون ديال 33 225. 423 هذا الطول ديال القصبة، هادي فيها 423، ولكن تقدر تلقى مثلا 453 في الضايبة، وفي شي مانوطة تلقى واحد 3 سنتيم زايدة، هادي 4 المتر و 23، وكاينة ديال 4 المتر و 53. بالنسبة لهذا اش هي ابريد، اذا كانت راه ابريد، اذا ما كانتش اش راه توبولار ولا توبولار. اف تتعني ببساطة البورت موليني افيس او لا دي بي اس، وكاينة او كتعني بورت موليني اكريماير. البورت موليني والخراسير عندها كلشي فوجي، الراس ديال القصبة راه بيض فليوريسون بالليل كيضوي. بحال اللي قلنا لاكسيون ديالها ما بين 100 حتى 225، وهي ديك لا ريفيرونس ديال 33، وهذا الوزن ديالها 470 غرام، قصيبة خفيفة بزاف، مزيانة ممتازة. الثمن ديال القصبات 2000 درهم الوحدة، بجوجهم ب 4000 درهم، هادي هي لا فاكتور، وراه فيها حتى الفورنيسور اللي في فرنسا، يعني هما كاينين بزاف وتقريبا عندهم نفس الأثمنة، يعني ملي كيوصل الصيف دايما كيديرو هاد السولد هذا. عاودا نوريكم باش كيفاش تا مشيت ديتها غشاوها، هيا تعملي لها الغشا ديالها، واحد السينتا ديال البلاستيك، هادي راه ما فيهاش لا لصق لا والو، يعني ما كتاثرش على القصبه، ما كتخلي فيها لا طراز للصاق حتى شي حاجه، تلوى عليها كتحافظ على القصبه مزيان. المهم نهار اللي كتبغي تبيعها كتحيد لها البلاستيكه، وكتبقى القصيبه نقيه، ما كياكلهاش البيكي. بحال اللي غادي نوري لكم انتما تشوفوا شنو داري البيكي، ولو انه البيكي عنده الراس ديال البلاستيك، راه داكشي تياكل القصبه. القصبه تكون غاليه، وداكشي الواحد يدير ليها البيكي خصوصا ديال الحديد راه تياكلها ماكله. البيكي هذا ديال البلاستيك وكلها، هو مثلا هاد شيمانو والتيغرا اللي عندي، هاد القصبه ديال شيمانو والتيغرا هي فيها الضربه هنا، هادي راه كلشي بالبيكي، راه كلاها مع البيكي، هادي من هاد الجهه، من هاد البلاصه، من هاد البلاصة، وحتى من القاع ديالها ملي كتبغي تدخل البيكي هو تا هو ممحي. غشيتها من بعد، انا عامل ليها واحد الترمو بلاستيك، ها هو تيبان لاطراس ديالو، انا مغشيها بها باش ما تزادش كتر. المهم من الاحسن الواحد يغشيها. هاد البلاستيك اللي داير عليها راه ما تيأثرش عليها، من بعد تزولو، لا هو قدام ولا ما عجبكش تقدر تزولو، ماشي مشكلة، ما تيخلي لا لصاق لا طراس لا وسخ لا والو. نتمنى على ربي يكون هذا الفيديو عجبكم، استودعكم الله، والى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.